بس عايزين نعرف حاجة بقى منك الأول يا يارا. انتي عارفين ان باباكي أصلا كمان فنان صح؟ طيب انتي بقى متربية أصلا حاسة ان الفن ده حاجة عادية وان انتي هتطلعي ممثلة، ولا الموضوع جه فجأة؟ لا، من وانا عندي 6 سنين وانا اصلا بحب التمثيل وعايزة امثل لما اكبر، ويعني الحمد لله يا روح اهو عملت مسلسل فاتن امل ده حربي انت مع عملتي طنط مسلسل الناس مين. كلها بتتكلم عليه، يعني انت ما عملتيش حاجه عاديه، خلي بالك انت من صغرك ما شاء الله خدتي نجاح طاير يعني. بصي ما شاء بصي دي الله. عينيها كلها شقاوه قوي طب انت احساسك ايه؟ قوي ايه فيروز؟ ايه ايه كلام يعني؟ قولي لي اول يوم تصوير كان احكيلي. عامل ازاي؟ عادي عادي شايفين الثقه؟ عادي ده انا ده انا كان اول يوم تصوير امبارح ما كانش عادي بالنسبه لي. انت عادي ازاي؟ عادي. ايوه يعني قولي عادي ازاي يعني. اول يوم كده عملتي ايه يا فيروز وداخله؟ كنت خايفه شويه شويه. اه مين بقى طمنك ومين كان معاكي؟ كان معايا استاذ ماندو ماندو العدل ففهمني كل الموضوع كله. اوكي عمل معاكي ايه ماندو العدل؟ فهمني انا اعمل ايه. اوكي فهمني اقول ايه. وبعدين انت يعني ما احتجتيش مامي او بابي يعني؟ خلاص كان استاذ ماندو كفايه؟ كان معايا بابا بس ما كانش بيدخل عشان كنت بعمل المشهد. انت واثقه من نفسك؟ لا 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 انا الثقه الصراحه عجباني يعني. انت كان لازم تيجي تقعدي معانا امبارح انا وايدي وتشوفينا في الدخله الاولى. طب انتوا حسيتوا ان انتوا اخوات في المسلسل بجد يعني؟ عشتوا بقى كل حاجه؟ هي فيروز لذيذه جدا. لذيذه جدا وشقيه قوي قوي. هي شقيه قوي جدا. طب مين فيروز شقيه؟ ده شكلها قوي. لا ما تصدقش قطه تصدقيش خالص. طب وهي شقيه ولا مش شقيه؟ لا هي في البيت شقيه وفي التصوير عادية. عادية في التصوير عادية. طب احكي لنا موقف من مواقف فيروز الشقية في التصوير. في التصوير يعني مثلا مرة كنا بنصور في شبرا وطلعت تلعب بره مع العيال وسبتي التصوير؟ واستاذ ماندو ما زعقش؟ لا والله استاذ ماندو ما قالش حاجه يعني؟ شايف يا استاذ محمود بيسيبوا التصوير ويطلعوا عادي اهو. انا كويسه ما عملش حاجه. طب وسبت المشهد ازاي؟ يعني مين مثله؟ لا لما ساعات يعني ساعات بطلع ساعات بنزل براحتك. اما بيطولوا في التصوير بقى قبل ما اطلع قدام الكرفان. لو ده انتوا هتخنقوني ولا ايه؟ في الشارع يعني في يا جماعه ايه في ما تخنقوش البنت كده. طب ريتالي انت اول مره تعملي حاجه تمثيل ولا عملتي قبل كده؟ لا اول مره. طب انت اصلا بتحبي التمثيل تقفي قدام المرايه تجربي نفسك ولا مثلا نفسك تطلعي موديل؟ لا انا بحب التمثيل وانا عايزه اطلع ممثله كبيره ان شاء الله، وانا عايزه اطلع اكبر ممثله في العالم. في العالم انت ان شاء الله تطلعي انت انت اصلا ما حدش يقدر يقف قدامك يقول لك انت مش اكبر ممثله في العالم، انت اكبر ممثله في العالم خلاص. طب قولي لي يا فيروز مين اللي قدم لك على الفيلم او مين اللي قال لك تعالي عندنا مشهد نمثله او فيلم او مسلسل؟ صاحبه ماما. صاحبه ماما؟ وانت كان رايك ايه ساعتها؟ كنت مبسوطه جدا. مش الله عليها حقك. مبسوطه ليه بقى؟ مبسوطه ليه؟ عشان انا هبقى ممثله كبيره بعد ما اخلص المسلسل وهبقى يتصوروا معايا. انا هتصور معاكي لما نخلص. انا اتصورنا معاكي اصلا. ايه ده الثقه دي في النهايه؟ وبعدين ايه كمان؟ وكنت مبسوطه انبساط جميل جدا.